ليس ثورا عاديا، بل يظن نفسه حصانا ويقفز على الحواجز. قصتنا اليوم عن الثور أستون في فرنسا، ثور أبيض ضخم يصل وزنه إلى ما يقارب 1.4 طن، ونجم مشهور يتابع حركاته الرشيقة ما يقارب 90,000 شخص على مواقع التواصل. لكن ما الذي جعله يقلد الأحصنة وأفعالها؟ السبب يعود إلى مربية الخيول سابقاً سابين غوا، والتي تركت الخيول نهائياً بعد موت أحد أحصنتها المفضلة، لكنها قررت في أحد الأيام شراء بقرة من إحدى مزارع ليكونسبورغ، وهذه البقرة يا سادة أنجبت عجلاً ذكراً، وحينها قرر سابين تربية العجل مع الأحصنة والتي بدأت بأخذ خصالها. وهنا بدأ السابين بمحاولة الركوب عليه بشكل متكرر بعد السقوط نحو 38 مرة، إلى أن أضحى اليوم ثوراً بصفات حصان ويستعد للمشاركة بعروض الفروسية. ما رأيكم؟